صوت ذو جواب عالي وانتقالات رائعة، قراءة ناضجة بالجمال والكمال، هذا ما رأته اللجنة في أداء مهدي تقيبور في مشاركته الأولى. فهل سيحافظ على جمال أدائه في هذه المرحلة؟ مهدي تقيبور من إيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله،
إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة جميلة من المتسابق مهدي تقيبور من إيران. طيب الله أنفسكم على هذه التلاوة. شيخ عمر تفضلوا. ما شاء الله مهدي، حافظت على المستوى الذي يعني كنت فيه في المرة الماضية وزدت إتقانا، يعني تخلصت من بعض الملاحظات فلم نلاحظ تمطيطا للمدود الطبيعية، وهذا ما تميزت به. تلاوتك كانت رائعة جدا وزدت إتقانا على إتقان، ما شاء الله. الأستاذ عماد رامي تقييمكم. ما شاء الله أستاذ مهدي كان رائع بأدائه، بس تعليقي عن النغم يعني كان بس عامل البيات والحجاز واختصر بهالمقامين هذول. آخر شيء قفلت شوية كورد بس، لا يعني كنا أنا جعل بالي كنت أسمع منك السيقا مثلا، بس كنت رائع ما شاء الله، ما في أي تعليق. بارك الله فيك، الله يوفقك. سيد حسنيا لكم الكلام. شكرا جزيلا لكم وشكرا لعزيزنا المشترك من إيران مهدي. أبرز صفة بصوت مهدي هو اللمعان، صوته لامع جدا، واضح جدا وحلو. هذه صفة مهمة يجب الاستفادة منها خير استفادة، لكن بالمقابل هوية لصوته لا توجد، وراح أكد على الموضوع الإيجابية، وهي أنه حينما دخل بالحجاز يلا بديت أحس بهوية صوته. لما أعطى لصوته مساحة معينة، مساحة من الحرية لأن ينطلق ويخرج من القالب الذي اعتاد عليه من الكلاسيكية، كان ممتاز جداً رغم أنه لم يكثر بالمقامات، بس بيات وحجاز وكون. نعم. آخر شيء الكون. ففي الحجاز كان عنده، رغم أنه فيه تكلف بالقفلة، ولكن بالحجاز بيّن أكثر. هم لمعان صوته بقى، ولكن هوية صوته بيّنت. هوية الصوت مهمة جداً. لما تستمع لأستاذ عماد وتستمع إلى أستاذ كريم، واضح جداً أن هذا سيد كريم حتى لو ما تشاهد شكله، وأستاذ عماد نفس الشيء. لكن لما تستمع إلى مهدي بالبداية ممكن أي واحد من قراء إيران يأتي ببالك، ولكن إحنا ما دخل الحجاز كان لامعاً، ونتمنى له الموفقية إن شاء الله تعالى. شكراً للجنة التحكيم. إذن أداء زينه الخشوع من المتسابق مهدي تقيبور من إيران. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً لكم. تفضل. شكراً مهدي، سلام بالأسفل.